اوكي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مره ثانيه. اوكي سو وي وانت تو ستدي ذا انترفيسز جروب. اوكي طبعا مش كلها راح نشوف انه اي ام جاست تيكينج اكسيربس فروم. اوكي اوكي فاول اوبجكت بلاقينا اللي هو الاي اف نمبر اجين بعرفه بالاوبجكت تايب بحكي الداتا تايب تاعه اتس ريد اونلي. اوكي بقدر اغير على القيمه تاعه از ا مانجر. Okay, it's mandatory. وهون بحط الديسكريبشن تاعه. What does it mean? Okay. بعطي context, بعطي meaning. Okay. What is this is a node? إيش؟ Okay. واللي هو بحكي لي معناه إنه إيش؟ Number of network interfaces على السيستم بغض النظر عن حالتهم up ولا down. Okay. تمام. Good. Again. وهون رح مريت عليه على السريع ليش؟ لأنه هذا سابقا حكينا عن هاي الأمور كلها. تمام. يعني حكينا إنه I have طلب this is عبارة عن object type it's mixed case ببلش بsmall letter والobject type حكينا وحكينا عن syntax والaccess okay والstatus والdescription again وانه this is syntax حكينا عنه كامل هذا syntax حكينا عنه وحكينا عن معنى كل واحد تمام هلا بدي أروح أعرف table اللي هو interfaces table okay وأشوف شو الinteres اللي فيه Again, بدي أعرف تيبل. اتذكروا الأشياء اللي حكيتها بداية محاضرة اليوم. في عندي أربع نقاط. Again, this is the interface table. It contains information مع إيش؟ معلومات عن كل interface على السيستم. أول إشي بدي أعرف التيبل. This is the name تاع التيبل تاعي. بعرفه بأوبجكت تايب. لازم يكون sequence of. وبعدين هون بدي يكون عندي variable or object of type ايش sequence هاي مش هاي طلعوا هاي مش هاي هاي نفس هاي اوكي this is a raw object a single raw object هاي لازم تكون sequence وين هاي موجوده على السلايد اللي بعده هاي الاي اف كابيتال عباره عن sequence the different thing في عندي index description type كل واحد الداتا تايب تاعه string اللي عرفته اليوم ك as if dot type definition okay description empty speech so I have هذول عددهم كان 22 امبارح شوف okay. عددهم 22 فالتيبل هذا عباره عن عدد الكولومز فيه 22 كولوم قديش عدد الروز نرجع لسؤال اسيل قديش عدد الروز هلا رح نيجي نحكي عنه اوكي لانه حكي هون طبعا هون اوكي هلا هذول شو معناهم؟ هاي هي النقطة رقم أربعة لازم أعرف كل واحد بهذول عن طريق أوبجكت تايب هاي النقطة الرابعة بس رح نيجيها اوكي تمام فأجين هاي اللي هي بعني أنا بالتيبل هون باجي بحكي a list of interfaces entries then the number of okay هاي حكينا عنها again the table the list of interfaces entries the number of entries is given by again قديش عدد ال entries يعني قديش عدد ال rows بهذا التيبل مين اللي بيعطيني اياه ال object اللي مش part من التيبل مش part من التيبل هذا التيبل هذا التيبل عندي طلعوا هاي عبارة عن single row object وهذول عبارة عن اللي كانوا معرفين بالسيكونس هذول هم الكولومز الكولومينار ايتمز حكينا عنهم هذول الكولومينارز ايتمز اوكي اور اوبجكت هذول اللي معرفين بالسيكونس اي اف اندكس ديسكريبشن تايب دي هو سبيد فيزيكال ادرس اكتب هذا الرو اوبجكت وهذا التيبل هلا هون قد ايه هذا التيبل حكينا كم كولوم فيه عدد هذول اللي هم حكينا عددهم 22 كل رو 22 كولوم اوكي كم رو عندي عدد الروز يعتبر بالعدد الانترفيسز اللي على الجهاز لانه مستحيل يكون في انترفيس ما لهاش انتري هون ومستحيل يكون في انتري هون وما لهاش انترفيس تمام واضح هذا برضه جواب على سؤال اسيل انه حسب التيبل اللي I am Again, I'm not creating. This is conceptual imaginary table. لأنه في table جوا operating system فيه هاي المعلومات. So this is a representation للtable اللي على operating system. على عكس routing table, it might go larger. فيش bound إله ما فيش عليه bound. Okay,
تمام؟ good good so far so good. okay هذا الرو, this is a raw object اللي بيكون نفس type هذا بس بحطه again convention ببلشوا بسمول letter. بعرف object type type تاعه نفس sequence. again this is not accessible, this should be not accessible. وراح أشوف بعدين إن شاء الله how I access the table من ناحية reading و writing عليه. okay this is the interface entry. entry واحدة, شو يعني entry واحدة؟ الرو واحد containing objects at the subnetwork layer and below the particular interface. okay again this is بتكون إيش عبارة عن إيش child من التابل والchild الأول من التابل. okay وبعدين هون الindex مين اللي again هذول الروز كيف بفرق between رو عن رو ثاني اللي هو اللي هو الIF index. شو هي الIF index؟ للآن ما بعرف شو هي هاي الIF index. okay هاي هي اللي هي هون أول entry بال sequence. هلا هذول شو معناهم if IMTU description administration last change شيء زي هذول again نرجع هون هاي الخطوة الأولى حكينا اللي بعرفها. هاي الخطوة الثانية طبعا ليش حطيتها على سلايد بعد هذلك لأنه بالمب ديفينيشن هيك دائما أول إشي بتعرف التابل بعدين رو منه بعدين السيكونس بعدين منعرف واحد من هذول. فأجل this is الستيب الثاني إني أعرف conceptual table. هاي الستيب الثالث بتعريف conceptual table إني أعرف الرو أوبجكت. والخطوة الرابعة إني أعرف كل واحد من هذول. هي بلش بالIF index. هاي الخطوة الرابعة الIF index كل واحد من هذول لازم تتعرف object type. okay it is integer read only. again هلا هذول اللي I can access them, هذول اللي I can, I cannot access this, I cannot access this as a manager, I can access these. okay الIF index it's read only, ما بقدر أغير عليها, ما بقدر أحكي هاي الانترفيس بدل ما تكوني رقم 5 يصير 6 أنا كمانجر, وأنا ما بقدر بس أقرأ الانترفيس. طلعوا this is a unique value. أصل لما كانت بالإندكس بكتشف إنها هون إنها لازم تكون unique value for each interface for each row. okay it's value range again range تاعها من واحد again ما بتبلشش من صفر زي البروغرامينج لانجويجز من واحد لا الIF number لأنه عدد الروز لازم يكون limited بالIF number. again this is بتكون إيش طلعوا عبارة عن subnode or child من الرو object. طبعا بنكمل ما انتهيناش, تروح على هاي بعدين بتروح على الديسكريبشن. خلينا نروح على الديسكريبشن, سوري على الديسكريبشن. هاي الديسكريبشن object type it is طلع display string هاي اللي عرفته كان type def read only برضو mandatory textual string contained information about this interface or whatever. again هاي عبارة عن إيش subnode or child من ال raw object وهي رقم اثنين هاي لأنها رقم واحد وطبعا لازم أكملهم هذول كلهم مش بس هيك لسه أنا بس حكيت عن الانترفيس جروب بتروح وأجين والفايل فيه الاي بي جروب فيه التي سي بي جروب الاس ان ام بي جروب كل جروبس وإيش وآخر إشي أجين هذول ثلاث نقاط يعني في عندي كمان وبعدين انت وهاي اللي هي الانت تاعت إيش الميب موديول ميب موديول. هلا I skipped on إشي this is display string اي string بالدنيا حكينا انه لما تحط اشي زي هيك بتعمل sub typing. شو يعني sub typing؟ مش display string هذا مش display string يعني مش هذا string مش مستحيل مثلا ياخذ مثلا احط فيه اربع صفحات حكي نو فهون محدد sub typing. شو يعني sub typing؟ مش type كامل مش string كامل اي سترنج بالدنيا نو no, انا محدد السترنج هاي سب تايبنج يعني بدل ما يكون عندك مثلا انتجر من المينيمم فاليو للماكسيمم فاليو بتيجي بتحكي ذس انتجر بس من واحد لخمسه فهي بعمل سب تايبنج. كيف بعمل سب تايبنج؟ عن طريق البارنثيسيس اقواس مش كيرلي براكتس بارنثيسيس
اوكي والرينج اوبريتر حكينا عنها هاي سابقا. فاجين هذا الديسبلاي سترينج اوكي اللي هو الديسكربشن للانترفيس هذيك ممكن يكون زيرو يعني ولا يعني اللي هو الديسكربشن ما يكونش ولا كاركتر up to 255 character. This is a range. يعني ممكن 0 character, ممكن 1 character, 2 characters, up لحد 255 character. هاي فكرة subtyping. Okay? Good. في questions على السلايد هاد before moving on. في questions. في questions. Questions. Excellent. Excellent. Okay. وهيك again وهيك خلصنا الموديول. Okay, we look at it. نمشي عليه على السريع later إن شاء الله. الميب سب تري خلنا نشوف exactly شو فيها هاي. مع أننا شفناهم قبل. يعني شو النودز اللي هون. Okay. الميب again. الميب تو عبارة عن this is the OID تاعها. Again في عند السيستم. عبارة عن child mode واحد interfaces اثنين درسنا هذا الاشي في عندي address translation table في عندي ثلاث IP 4 ICMP 5 TCP 6 UDP 7 EGP 8 transmission 10 SMP 11 في عندي هون 9 missing وين 9 هلا راح نشوفه ان شاء الله اوكي okay. Where is it is missing هلا كل واحد من هذول شفنا كيف الانترفيسز معرفة كل واحد من هذول معرفة in the same ايش manner تمام بحيث يحكي لنا شو الاوبجكتس اللي فيها فهون راح نيجي نمر على السريع اوكي اجين هاي الاي اف تيبل اللي عندي اجين حكينا عنه قبل هالمره عباره عن كولومز مين اللي بيعرف الكولومز كلمه السيكونس هذول اللي عددهم 22 هذول اي اف اندكس ديسكريبشن وكذا اوكي التيبل بكون معرف سيكونس اوف وهاي نفس اللي هو هون Okay. Again, this is the step one. This is the step two. The step three, مش حاطة هون اللي هي raw object. والستيب الرابعة اللي هي نعرف هذول كل واحد منهم object type. طبعا هون في عندي multiple rows. Okay. هاي ال if index عبارة عن unique thing إيش لكل row. Okay. هذول ممكن مرات يتشابهوا ممكن يتشابهوا بس هاي لازم تختلف من رو لرو وهاي اللي هي الكي ايدنتيفاير لهذاك الرو لهذاك الانتري تمام خلينا نيجي على هذول نحكي كل واحدة على السريع شو المعلومات اللي فيها انت كنتورك انجينير بدك معلومة مثلا من الراوتر من الان ديفايس على اي جروب بتروح تو كويري مشان تشوف وين الفاريبل تاعك لازم يكون عندك معرفه بهاي الامور اوكي فالسيستم عباره عن ديس كل واحد الاي او دي تاعه ذس از لحد الميب 2 ذس از الواحد للسيستم ذس از اثنين للانترفيس الواحد السيستم عباره ديفاينز ا ليست اوف اوبجكتس ذات بيرتين للسيستم اوبريشن زي اسم السيستم مش الويندوز ماشين لما تنزل الويندوز اور بعدين لما تروح تقدر تفوت على الكونفيجريشن على الكنترول بانل وتغير اسم الماشين تسميها ماي بي سي علي بي سي اوكي نفس الشيء وريتكم انه اجين حتى السمارت فون بكون له نيم نفس واعتقد انه بالنتوركس انه يجي تيجوا على الراوتر تسموه ذيس از راوتر 1 ذيس از راوتر 2 ذيس از راوتر 1 اوكي وهكذا ذيس از النيم مثلا للسيستم مين هذاك السيستم مين مسؤول عنه مثلا اذا ها برينتر اور ماشين اند ماشين مين صاحبها اذا اني انا نتورك اوكي انجينير بستخدم المانجر اي كويري السيستم كنتك بعرف مين صاحبها اذا ها مثلا اتس سيندينج ا لوت اوف ترافيك قبل ما اعملها بلوكينج لازم احكي مع صاحبها اعرف انه ممكن اتس انتند ممكن هو اتس رانينج اكسبيرمنتس حتى يعمل شيء زي كذا اوكي فبدي السيستم كونتاكت بكون اسمه رقم تليفونه الايميل تاعه بعدين طبعا هذول اي جي كلهم هون اي جي فور اكزامبل ذير از ا لوت اوف انفورميشن وهاو وي جيت الانفورميشن بتروح على الميب موديول وبتقراه كامل حتى تعرف شو الفاريبلز اللي افيلبل فور يو اوكي فاجين ذيس جاست اكزامبل السيستم اب تايم بعرف السيستم متى مره اخر مره عمل ريستارت او عمل باور اب والان بعده راني ان تيرمز مثلا اوف سكندز وهكذا
الانترفيسز مرينا عليها. It monitors the agent. It monitors each interface. Okay, ويعرف إنها up ولا down. وكل interface قديش الباكتس اللي إجوا عليها. قديش الباكتس اللي طلعوا منها. قديش الباكتس اللي صاروا لهم discard عليها. Okay, يعني get dropped. The address translation table. This is again إشي old. وممكن هذا it's on provided for backward compatibility. But ممكن the agent did. Okay, ما يعملوا الهوش إيش support. Okay. It is address transmission group is it's deprecated. فأجل مش راح نحكي عنه. IP again بدي معلومات عن IP layer. IP layer شو الأشياء اللي بديها عن IP layer؟ أعرف مثلاً IP address لinterface. أعرف subnet mask. Gateway. أعرف إيش routing table عضيف device. Again this is كله within IP group. ICMP group. Again, بدي أعرف على الماشين هذيك شو الـ ICMP packets اللي وصلوها statistics about them. This is network management statistics about them. قديش okay قديش طلعت ICMP packets قديش وصلها ICMP packets. TCP group برضو مهمة. ليش مهمة؟ إنه أعرف شو listening ports عندي. Okay, listening ports اللي عندي ومين وإذا في ناس عاملين connection عليا أعرف إنه البورت اللي عامل listening والريموت بورت اللي شابك علي والريموت IP address track state of the TCP connections. Okay, وهل هي بالclosed state باللisten. Again, I hope انكو درستوا TCP state transition diagram بال protocols. درستوا guys انه ببلش بال active بال open active passive open بعدين active open بعدين established بعدين again في قبلها حتى send received ack sent ack received بعدين في عندنا fin wait وإشي هذول مروا معكم أحطوهم guys بالprotocols state machine تحديث فيه كيف yes excellent yeah معناته yeah هلا هيك كويس you are بالcontext بالحكي تاعي ال UDP نفس الإشي UDP statistics بعرف البورس اللي عندي أنا السيرفرز اللي مثلاً actively اللي البورس اللي open بال UDP نفس الإشي إذا بدي أعرف عدد الباكتس اللي وصلوني أو الباكتس اللي راحوا من عندي اللي هم UDP هاي خاصة بال EGP EGP اللي هي exterior gateway protocol generally مثلاً okay general This is general protocol, okay? اللي هو example عليه اللي هو BGP. بدي statistics عن BGP. فأجل زي حكي ما حكيت لزملائكم متى هذا مثلاً هاي في عندي autonomous system. هلا في عندي router هون على parameter مشان يحكي مع autonomous system ثاني. Okay. طبعاً هذا هون مشابكين على بعض هون autonomous system 2 autonomous system 1. هلا هذا الراوتر it runs multiple routing protocols. في اللي هي الانتيريور جيت واي بروتوكول ممكن تكون او اس بي اف ريب وفي الاكستيريور اللي هو البي جي بي اوكي فاجين هون مثل بدنا بالعاده واي اي نيد ذس بدي مثلا الراوتينج تيبل اللي خاص بس بالاي جي بي اوكي ات كيبس الاي جي بي النيبر تيبل اوكي اور راوتينج تيبل الترانسميشن هاي للفيزيكال لاير اوكي اعرف اوكي ستاتستكس عنها الاس ان ام بي تخيلوا الاس ان ام بي اي يوز ات للمانجمنت اي كان كويري انفورميشن اباوت الاس ان ام بي اي ويل يوز الاس ان ام بي تو مانج الاس ان ام بي فور اكزامبل عليها اعرف ايش مثلا الاس ان ام بي باكيتس اللي بيطلعوا مثلا من الايجنت واللي فاتوا على الايجنت اوكي ممكن مع مين مثلا مع مين هو بيحكي مين المانجر المسؤول يحكي معه اوكي وين الترابس بروحه مش حكينا انه هذا الايجنت بودي ترابس لمانجر فبكون هون كونفيجرد الاي بي ادرس للمانجر والبورت نمبر تاع المانجر اجين اف اي وانت تو ريد ذيس انفورميشن اي مايت اوكي بعرف اذا هذول موجودين ولا لا بس ذيس كايند اوف انفورميشن اللي اس ان ام بي بروتوكول ايش موجودين فيه تمام هيك على السريع اجين جست اكزامبلز اوكي على شيء زي هيك بس اف يو نيد ايفريثينج لازم تقرا ايش الميب موديول ليت مي سي
if you got questions, I'll pause here for whatever 15 seconds, inshallah. If you don't have questions على الأشياء هاي, راح نشوف الميب فايل نمشي عليه على السريع. في questions. في questions. في questions. Excellent. Excellent. Yes, guys. هلا زي ما أنتوا شايفين هون, okay, خليني أكبر الخط. This is the RFC. This is the RFC. إيش هو؟ رقم قديش؟ Okay, 1213 اللي هو الخاص بالميب 2. طبعاً في قبليه كائن RFC سابقاً. Again, this is typical RFC document. وآي هوب إنكم كمان بالبروتوكول تعرضتوا لإشي زي هيك, وشو يعني obsolete سوها, ولو إننا وهاي أحدث إشي, لأنه لو إنه في إشي بعدها بتكون إيش obsoleted by, يعني إذا بتروح على هاي بتلاقيها obsoleted by this. خلني أوريكم request for comment لازم obsoleted by, يعني في إشي طلع بعدها. أوكي, فأجين هاي الموست updated RFC على الميب 2. أجين طبعا في هون حكي وبشرح معظم الحكي اللي ممكن اللي حكيناه موجود. It is in here, زي display string, زي physical address, another type diff ما تعرضتش إله. هاي system group بحكي لك شو الأشياء اللي زادت عن إشي سابق. الانترفيس group, أوكي, address translation group بحكي لك ليش إنه صارت تاي deprecated. IP group, أوكي, ICMP group, no changes عن الإشي السابق. أوكي, على السريع. اوكي, SNMP changes again عن الشيء السابق. وبعدين هون بحكي عن الاوبجكتس, format of definitions, overview, معلومات. بعدين هون نيجي على section 6 definition اللي هي الاشياء اللي درسناها اليوم. اوكي, this is the MIP module definition. هي you begin assignment, كلمه definitions as is keyword. اوكي, وهذا اسم المب موديول, وهي الامبورتس, هذول كلهم من this map module, وهذا object من ال map module هذا. اوكي, تمام. هاي اوريكم انه هذول لازم يكونوا هناك exports. هاي رحنا هون على section 6, نروح على section 6. yeah, should be in here. yes, هاي هم exports. الاشياء اللي بتكون معرفة هون تحت بتكون هون exports, زي المانجمنت والمانجمنت هيها فيها معرفة. تمام, good, تمام, good. okay, again هذول مرينا عن عليهم. okay, display string, again a lot of comments. هذول الجروبس اللي عندي. وين تسعة؟ طلعوا هيها تسعة اللي كانت missing هنا. historical, okay, historical, some say historical. okay, يعني حاطينها وبعدين اكتشفوا الناس اللي اجوا بعديهم انهم اللي حاطينها قبل باقيين يخبصوا. اوكي, this is what does it, this is what does what this says, this historical, يعني شيء اوكي قديم بالتاريخ. some say historical, اوكي, يعني باقيين يخبصوا. اوكي, this is كلمه محترمه بدل كلمه historical. اوكي, تمام. system group بتفوت عليها. هيا في عندنا مثلا system description, it's display string, وبحكي description of the entity whatever. بعدين object id, بعدين uptime بيجي بحكي لنا time ticks, time ticks. okay, time ticks, بحكي لك شو units تاعونها. تمام, okay, هاي system group. okay, طلعوا هون system service عبارة عن integer but subtype من integer. مش كل الانتجر مسموحين, وإنما من 0 ل 127 هاي بسميه sub typing, مش الانتجر كامل. okay, تمام, good. okay, هاي الانترفيس جروب اللي درسناها اليوم. again, وهاي الأمور مرينا عليها اللي هي عبارة عن ال IF number, وهاي التابل الانترفيس تابل. هيو again, هاي اللي هي الرول واحد. okay, هاي هي الكولومز, هذول عددهم 22 المفروض. اوكي, كيف عرفنا 22؟ لازم هلا الشيء اللي what follows لازم يعرف كل واحده, سوري
كل واحدة من هذول اللي هو هون نبلش فيهم IF index. By the way, هذا شو سمينا الفايل اللي قاعد أنا بقرأ منه؟ سمينا RFC 1213. في حكي كثير, شرح, description وintroduction, بعدين بالستة في عندنا definition للactual MIP module. هلأ في عندنا إشي called MIP file. الMIP file بأخذ الإشي بس هذا اللي بسكشن 6 من هون وتحت, لأنه هذا اللي الأجنت والمانيجر هذا اللي بدهم إياه من هون وتحت, بدال ما يقعد يصير يكون عنده هذا الفايل ويعمل له بارسن وبعدين يكتشف أنه لازم يروح على الست. هذا من هون وتحت بأخذوا copy paste وبحطوه فايل بيسموه MIP file. أوكي, but again MIP file جزء هون, هذا بيكون كأنه جزء من الـ RFC. تمام تمام. Again, هون قطعت أنا, لازم نعرف كل واحد من هذول. IF index description, okay. هيو IF index عبارة عن sub node or child node من IF entry 1. IF description حكينا عنها. طلعوا IF type, this is integer, بس مش كل الانتجرز مسموحين. طلعوا عبارة عن this kind of enumeration, بس مسموح لي من 1 ل 32, والواحد من 32 كل واحد إله إيش specific, إيش إله نمونك, نمونك إله نيم. تمام, هاي اللي هي enumeration, how I define enumeration عن طريق الانتجر. This is برضو subtyping, ما استخدمتش الأقواس. الأقواس في عندي range هون, لأنه أنا بدي specific, بدي specific things. فأجين بحط كل واحدة اللي هو الواحد إيش بتعني, الاثنين إيش بتعني, 32 إيش بتعني, وهكذا. أوكي, هذا الانتجر كامل. بكمل بكمل هذول, لازم أخلص آخر واحد. هيا كان آخر إشي, إذا بترجعوا للسلايدات كانت آخر واحدة IF specific. أوكي, عبارة عن IF entry 22. تمام تمام, فبعرف إنه التابل هذا it contains 22 كل. تمام تمام. Good. في عندنا هاي الادرس translation group حكينا this is deprecated, مش رح أمر عليها بالمرة. في عندي هون بعدين مباشرة بعديها بيجي الـ IP group. أوكي, خلنا نشوف الشغلات اللي احنا بنعرفها. Forwarding and okay. A compact total number of input datagrams received على interface IP packets. أوكي, at some point لازم يكون في عندي هون الـ routing table with discards. Again, طلعوا كي again هذول اللي available إلي. فأجين إذا بدك تعرف شو اللي what you can read what you can write, لازم تمر على هذول واحد واحد وتقرأ شو معناهم, وإنك you can read or you cannot read. طلع في عندي أكثر من table. هاي في عندي the address table, sequence of IP entry. IP entry معرفة كsequence هيها. وبعدين هون في عندي الايش الرو اوبجكت معرف برضه. اوكي, وهون بيعطيني الاندكس, والاندكس طلع مش ماخذه زي فكره الاي اف اندكس انه في عندي انتجر بمر عليهم, ماخذ هون. وان شو اللي ماخذه هون ايش الاي بي ادرس انتري, شو هي معناها هاي اصلا بوينت, وين راح نلاقيها تحت هيك. طبعاً هاي التابل كم كولوم فيه, 1 2 3 4 5. خلنا نشوف الكولوم الأول شو بيعمل. The IP address to which this entry addressing information. Again address table. طبعاً هذا شو فيه, بدك تقرأ هذول الأربع كولومز وexactly شو معناهم هون. بس بتيجي ال IP address مثلاً لكل interface it should be unique. فما أخذها فيه index, فما أخذها كindex. The IP address to which this entry addressing information presents. So again, وهذا لازم يكون unique. What is the IP address? The interface, it is unique. تمام؟ Okay. وهاي الـ routing table اختلف عن الـ address table. هذا الـ routing table طلعوا الـ entries اللي فيه. Again, زي ما وريتكو بالـ على الـ terminal, لازم يكون معظم إيش الـ information in here. شو الـ next hub اللي عندك؟ شو next interface, destination IP address or whatever, كلهم هذول موجودين هون. اوكي,
خليني مثلا اروح على تي سي بي. اوكي وفي عندنا هون اي بي ادرس، في اكثر من تيبل جوا الاي بي، هذول اذا بدك اياهم تقرا عنهم. الاي بي لاير في بعدنا بنحكي عن الاي بي لاير تو هير كبيره جدا. اوكي بعدين هون نيجي على الاي سي ام بي جروب، بعدين خلينا مو فاست على التي سي بي جروب. هاي التي سي بي جروب اوكي، ذس از انيوميريشن اللي هو الار تي او الجوريثم، اكيد اخذتوها بالبروتوكولز. هل هي كونستانت ار بعرفش، هل انتو يو نو بيتر ذان مي ان ذس اجين، بس بقدر اقرا قيمتها اوكي وبعرف انو الار تي او الالجوريثم اللي كونفيجرت على هذيك الديفايس. الار تي او مينيمم اجين نفس الشيء طبعا، هون طلعوا ذس از انيوميريشن اوكي تمام، ذس از انتجر اوكي. الار تي او ماكسيمم، هلا في عندي هون بده يكون عندي تيبل وذس از ان انترستينج تيبل، يس الكونكشن تيبل، الكونكشن تيبل اللي هو اللي خليني اوريكم مثل ايش شو المعلومات اللي بيطلع لي اياها. الكونكشن تيبل اللي هو تروح على النت ستات، نت ستات اذا بدك كل الكونكشنز كنترول سي يس اوكي هون لانه طلع لازم يس بحكي لنا هل this is net stat. طبعا بيطلع على TCP ولا UDP اوكي، بس احنا هون بنحكي عن TCP. بيجي بحكي local address this is local port number اكيد، وهاي الفورن ادرس والفورن بورت نمبر، طبعا هاي بقدر اخليها ارقام بس بتحطوا النت ستات ماينس ان بتطلع لك اياها اتش تي تي بي اس اللي هي 446، وهي الستيت تاعيتنا اوكي. خليني اعملها مره جديده بشيء انظف، ماينس ان واعملها دريبنج دريب ايش تي سي بي طلعوا يس. فاجين هاي اللوكال اي بي ادرس، اللوكال بورت نمبر، ديستنيشن اور ريموت اي بي ادرس، الريموت بورت نمبر، وهاي الستيت تاعتي. اجين هذول الاشياء اللي هون اكزاكتلي هاد بالتيبل اوكي. خليني اعمل شيرنج، نرجع نعمل نيو شير، نروح هون اجين. هذا هو الكونكشن تيبل، عباره عن اوبجكت تايب سيكونس اوف اوكي تي سي بي انتري. وين تي سي بي انتري؟ هاي تي سي بي انتري معرفه كسيكونس اللي هي الكونكشن ستيت. الكونكشن ستيت استابلش تايم ويت اوكي، طبعا وين معرفه؟ هيها كونكشن ستيت which is enumerated type closed listen time wait established whatever اوكي تمام good. شو كمان غير هيك عندي؟ وين السيكونس؟ yes this sequence. في عندي local address local port number اللي هو اي رقم من صفر للماكسيمم انتجر اوكي. في عندي الريموت اي بي ادرس، this is a local اي بي ادرس. الريموت بورت نمبر، again this is برضو سب تايبنج اوكي تمام جود جود جود. again هذا اكزاكتلي زي التيبل اللي طلعته عن طريق النت ستات اوكي. هذا سيكونس اوف ونت اكسسبل، وبحكي لي الكونكشن ايش السبيسيفيك. طبعا هون لازم هذول اجي اعرفهم، هاي هون كل شيء هذول معرفين. هلا خلينا نروح على الرو انتري. الرو انتري تايب تاعها نفس ايش السيكونس تايب، نوت اكسسبل مانداتوري، بيجي بحكي لي هون ذس از الكيرنت الواحد من تيبل اوكي جود تمام. طيب معنا دقيقه، طلعوا الاندكس جايز. الاندكس مش وان ثينج وانما اربع اشياء. ليش اربع اشياء؟ اوكي خليني اعمل الكوشير هون، لانه الاي بي ادرس ممكن يكون ايش، ممكن يكون متساوي، والبورت نمبر ممكن يكون متساوي. اذا مثلا هون اي بي ال اوكي، الاي بي ادرس تاع البورت نمبر تاع 80 ناس شابكه علي، هذول بكونوا متشابهين باكثر من انتري. مين اللي بيفرق بينهم؟ بيفرق بينهم مش شرط الريموت اي بي ادرس، ممكن لانه في ماشين بالريموت من نفس الماشين
في عندي ايش في عندي بنفس الماشين تون كونكشنز علي، شو بصير اختلاف بينهم؟ البورت نمبر اللي شابكين مثلا علي، وهذا نسميه الاربعة تابلز. اكيد بالبروتوكولز درستوا الكونكشن الواحد بالتي سي بي كيف بفرقه باللوكال اي بي ادرس باللوكال بورت نمبر، ما بكفوش الريموت اي بي ادرس والريموت بورت نمبر، لازم هذول الاربع شغلات، وهذول بكونوا هون اندكس. ما في عندي هون اندكس 1 2 3، ليش عاملينها اشي زي هيك؟ I don't know. أنا لو بالنسبة إلي بعمل التابل هاد فيه الأربع شغلات هذول، بحط فيه الاندكس 1 2 3 4، بس هم مش عاملينه إشي زي هيك، هم عاملين إنه ماخذين الاندكس واحد من الأربعة اللي هم واحد من الكولومز. أوكي أسير بدك تحكي بليز بليز أسير. أتوقع اسمع دكتور اسمهم فورين كي مع بعض، يعني واحد بأيد الثاني، ممكن يتكرر انتري ورا انتري. إكسلنت. بس مستحيل الأربعة يتشابهوا بتو انتريز. هلا مستحيل الاربعه يتشابهوا، بس انه ممكن، بس ممكن ثلاث يتشابهوا. ممكن تصدف واي ثلاث يتشابهوا، ياس، خصوصا اذا انا عندي المشين تاعت فيه لها اكثر من اي بي ادرس، ممكن في مشين شابكه علي اجين، فبصير هون انه حتى الريموت اي بي ادرس والريموت بورت نمبر ذات ار نوت انف، بسموهم الاربعه تابلز. اوكي هلا ليش انعملت شيء زي هيك؟ اي نو المحاضره تاعت اللي بده هي وونتس تو ليف بامكانه يغادر، بس انا هون جست انه هاي البوينت ليت مي امفاسايز ات مور بدقيقه او بدقيقتين. طبعا اكيد راح اجي احط لكم التسجيل، فممكن انك تحضرها اف يو وونت تو ليف جو اهيد. اوكي تمام. فاجين هذا التابل اللي عندي، اوكي هذا التابل اللي عندي، خلني اخذ هون، يس هذا التابل عندي تي سي بي، في عندي اربعه انتريز هون هيك. اوكي هذول ذيس اجين، هذول ما لهم مش سايز محدد زي هون انه يجي يحكي لي بحاله الاي اف تابل عدد الانترفيسز، هذول مايت جرو اب، شفنا انه عددهم كبير جدا. اوكي حسب الميموري الان صافي، اللوكال اي بي ادرس لوكال، البورت نمبر لوكال، الاي بي ادرس ريموت والبورت ريموت، هذول بصير لازم ات سم بوينت يختلف اجين، ممكن يشابهوا هذول الثلاث بتوين ذس ويصير هذا الاختلاف بينهم وهكذا اجين. ليش معموله شيء زي هيك؟ ليش مش معموله اندكس هون؟ I don't know. Again هاي اللي عملوا للجروب هاي وعملوا هاي عملوا. لو أنا بالنسبة لي بعمل هون إندكس بعملها 1 2 3. ليش؟ Again مشان يسهل. أوكي نفس الإشي هون. طيب هون ليش أخذوا إندكس؟ ليش ما أخذوش الفيزيكال أدرس؟ مو الفيزيكال أدرس الماك أدرس مش بيختلف من إنترفيس لإنترفيس، ليش ما أخذوش شاي كإندكس وهاي شالوا؟ I don't know. تمام؟ أجين إحنا هون مش إحنا اللي قاعدين نكتب الميب، لو إحنا بنكتب الميب بصير الخيار إلنا، بس إحنا هون إشي مكتوب we want to use it، لازم نفهم هاي الأمور، نفهم شو يعني إيش إنه index. تمام؟ I'll stop in here. أوكي ويعطيك العافية. We got less than a minute. I'm not sure we can take questions. بس إذا عندكم questions ممكن تسألوني إن شاء الله بعد بكرة. أوكي بس محاضرة اليوم يعني excellent. أوكي تمام. Good. في questions guys قبل ما ينتهي هو الزوم خلص. أوكي أوكي يس أحمد عندك سؤال؟ كان عندي دكتور بس خلص دورت عليها أونلاين. يس بليز أو أكتبه مشان ما تنساهوش وسألني إياه بداية المحاضرة المرة الجاية إن شاء الله. يعطيكم العافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.